طيب ايه الذكرى اللي حصلت لك في العيد وما تنسيهاش ابدا خالص، لا يمكن مهما عدت السنين ما تنسيهاش؟ لا، جمال العيد كان بالنسبة لي طول سنين عمري كان في المسرح. عادة ببقى الصبح بعيد على كل الناس واطلع بالليل مع الجمهور بقى، وجمال الجمهور في العيد تتقابلي مع الناس وتحسي بالفرحة في عيونهم بالعيد وإن هم شايفينك والعرض المسرحي الجميل اللي انت فيه. طبعا بيبقى حاجة تانية، احساس، حاجة احساس تاني خالص يا محمد. بنسى انا مين. في المسرح شافوني وانا بفرح وشافوني وانا بعيط، وشفت طعم السكسيه الحلو اللي هو مش مصطنع، وشفت الضحكه الحلوه، وشفت الابتسامه والجمهور. بيني وبينك انا وحشني المسرح، واحنا هو وحشنا كلنا. هو ابتدى يرجع دلوقتي يعني حياه. لا، ضد اللي هو، انا ضد اللي هم بيعملوه دلوقتي، يقول لك ايه اصور وبعدين ازيع. لا، المسرح عندي جمهور باخد ودي معاه ويشوفني واشوفه عارف، تفاعل روحاني، تفاعل كيمياء كده ما بينك وما بين الجمهور. لما بتبقى ممثل شاطر، لما بتبقى ممثل صادق على المسرح، فبيحسوا بدقات قلبك، كتر الاحساس والمشاعر والتقمص ومعايشه الشخصيه. والله يا محمد، الجمهور اكاد ان هو سامع دقات قلبك على المسرح، شاف كيانك. فلو انت مش صادق بتتكشف، المسرح بيكشف اي ممثل.